روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والضاء الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والضاء جنهاب العدا ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى من ده نقول الله لا لو لا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب بيني وبينك يا شيخ بلال تفضل الله يزيد فضلك مراد آخر ما هو حق بموضوع قصة الجيزات من أولها لآخرها قلتك إلا كان شنو إذا بننتظر أخوك أبو طالب بجوز ما تكمل لا بشهرين ولا بثلاثة بصراحة أبو طالب ما له حق ما يبلغنا بغيابه ما هيك عميه ما هيك مو معقول يتركنا طوال النهار لا شغلي ولا عمله وهو لا همه لا زعمي ولا غيره على كل حال يا أبو عدنان بدنا نعذره ايه معلشي منشان هيك لازم نرتب مع مراد آغا ننتهي من هالموضوع على بركة الله لا إله إلا الله يا الله تفضل طالب أهلين تقبرني وينك لهلا كنت بالمالكاني خير انت بالمالكاني والناس عم تدور عليك خير اجوا العضوات والمختار والشيخ بلال اجوا سألوا عنك بسيطة هلا بروح اشوفه طمنيني مريم شو اخبارها قولي على قامتي علي تعباني فوت لجوا منحكي لا اله الا الله يا ابو العباس هاي ابو العباس يا ابو العباس ابو العباس شو في انت وياه المعزه كلها ميت شو مثل ما عم اقول لك خير شو في يا جماعه يا سيدي أنا بخدمتكم ومن إيدكم هي لإيدكم هي شو بدكم أنا جاهز الله يبارك فيك نحن منعرف أنك قديش يمين لذلك قلت لحالي بيجي أنا وأخ الشيخ بلال ومنقلك أنه نحن معك كلنا مع بعضنا البعض يا جماعة
لخدمة عيالنا وأهالينا وحريمنا وحاراتنا. الله يديمك ويعطيك الصحة. وهلأ احكولي يا جماعة، شو المطلوب مني بالخطوة الأولى وأنا خدام شواربكم؟ الخطوة الأولى إبلاغ الناس وتحديد العرايس. عظيم. من بكرة منخلي حريمنا يفتلوا على بيوت الحارة ويبلغوهن يخطبوا من العائلات يلي بيرغبوا فيها. ونحن منقلهم إنه تكاليف العرس ولبس الرجال والنسوان رح يقدمها مراد آغا هدية. تكرم عيونكم، غالين والطلب رخيص، غيره؟ خلص انتهينا يا آغا. يبقى علينا تحديد العرس. يا سيدي حددوا انتو. خلينا نترك تحديد العرس لحتى نبلغ الناس. كمان منيح، بس ما بدنا نمطبطها يا اخوانها. انا من جهتي يا جماعه اسبوع زمان بيكون كل شيء جاهز. عال كتير منيح، بس عدم المؤاخذه يا جماعه، في عندي مقترح صغير. اتفضل. قصدي يعني شو رايكم نعمل عرس جماعي لكل العرسان ونبزخ عليه بالطول والعرض، وهيك يا جماعة بيصير عرس ما صار بالشام كلياتها. لك يحرز دينك على الفكرة يلي ما حصلت بالتاريخ كله. وهيك أقل تكلفة وأقل لبكة. مو المهم التكلفة يا شيخ، المهم نكون سباقين بهيك فكرة. تكلنا على الله. لا إله إلا الله ونعم الاتكال. ما وضح لي مراد انه في موال براسه وانه بده يعمل عرس جماعي مثل ما عم بيقول. من بعد اذنك ابو العباس، هذا ابو حنا من ساعه اللي شفته ما حبيته، مدري شو عامل للطرش. سكر تمك يا ولاد، ابو حنا تاجر ابا عن جده، سمعته مثل المسك. طيب أبو ضاي، ممكن العلف يكون فيه شي كاينة. إيه، والعلف من عند أبو حنة. خلصنا بقى، قلنا لكم الزلمة سمعته مثل المسك. أصبح القصة بالمي أبو ضاي، المي فيها شي. شو بده يكون فيه بالمي؟ أبو ضاي المي قبل ما تجي لعنا بتمرق أراضي كتير، جائز تكون مرأة في أرض فيها عشوة مسمومة. على هالحالة كان الخيل والطرش كله نسم، وكنا سمعنا من الناس القصة. أصبح الطرش مسموم عنا هون بالمالكاني، ما في غير هيك. شو هالحكي لك حسن؟ مين هاد اللي رح يتجرأ ويسمم طرش المعلم حمزة ونحن هون بالمالكاني وفينا نفس عم يطلع وعم ينزل؟ يلا خلصنا بقى، القصة مو قصة سم، وبتسكرولي على السيرة نهائية، ما بدي حدا يضرب اللي صار هون، علم؟ يا عزيزة شو صار معك يا عزيزة؟ يلا يا بي تكي وراجعة. يلا يا بنتي، تأخذنا على الرجال عم يستنانا. عزيزة يلا رجحني يا جيت يا بي. يا رب يا رب وينه ابو العز؟ والله ما شفته. ما بنعرف الله يعافيك. خذوا كشولي يا سريع، يلا امرا عم يتحرك. ابو العز، ابو العز، يا ابو العز، ما لقينا حدا عم يتحرك. ما في حدا بالدار عم يتحرك. فوتوا شوفوه اذا نايم فيو على السريع. يلا قوموا كشولي يا من تحت الارض.
يا ستي صار كل شيء مثل ما بدي ومثل ما كنت مخطط، وبطلب رسمي منهم مو مني أنا. سمعت الحديث كله يا أخ عظيم. طالما سمعتيه معناتها من بكرة بتنفذيه بالحرف الواحد. تكرم عينك يا أخ، بس كنت عم أقول لحالي يعني ليش تتعمل عرس جماعي؟ اترك العالم تتجوز على كيفها. لأنه في براسي موال بدي غني. أخوينكم؟ أبو العز ماله مبين بالمكان كله يا عمي مدحت. شيف وين بدك تكون؟ والله سألت عليه الفلاحين يا عمي مدحت وقال من بعد صلاة الظهر ماله مبين بالمكان كله. وشلون بترك المال كاني بدون ما تخبرني؟ لبشنا عنه المال كاني وما لقيناه، وإذا بدك هي الفلاحين يسألون يا عمي مدحت. معقول يخالف أوامري هالكلب؟ الله أعلم عمي مدحت. يا ولو يا سواد ليلو هالكلب إذا كسر كلامي. سالك هالمعروف طول مو أنا عايش يا أبو الهيبة. وحد الله يا رجل، هذا واجبنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بدي وصيك يا عمي بأم عزيزة. لا توصي حريصي يا بنتي. الله يوفقك تحط لنا ورد على قبرك الفرير وخميس. تكرم عيونك يا بنتي. يلا يا بنتي ما بدنا نتأخر على الرجال. إيدك عمي إيدك. الله يرضى عليك يا بنتي ويسترك دنيا وآخرة. أنا رايحة ودعني. الله يحرم الجنة يلي حرمكم بلادكم ومطارحكم، ويرجينا في يوم أمر من الصبر وأسود من الليل. يلا 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 بخاطرك عمي. سلام عليكم. الله سلام عليكم. بأمان الله. افتح يا أبو العز. افتح يا أبو العز. نفس القعدة يا عمي محسن. مشان هيك إلا ما في غيرك تعرف شو وجعه شو عالته. وخالتي أم حسان حلفت وقالت ما بترجع. خلاص فهمت، تركونا. شو حمزة عجبك وضعك هيك مطول وانت هيك؟ لتكون نسيت حالك؟ لك انت بطل، انت اللي حطيت راسك براس الحاكم العسكري. نسيت؟
اللي طلع الفرنساوي برات الشام هو ورفقاته ما بيقعد قعدة النسوان هي اللي انت قاعدة. ولك انت ربيت بين الظلم والطين وكبرت وصار اسمك موال على لسان أهل الشام كلها. هيك من أول عاصفة بتهر. لا لا يا أبو العباس، قوم يا بطل قوم. داري الهوى يا صاحبي أقوى من كل المراجل والبطولات. علي الحلال أقوى. تعبت محسين، لك روحي تعبت. علي الحلال ضايع وما عم بعرف شو عم بعمل. مغروم يا أبو العباس، مغروم. قسما بالله لو كانت بنته العنتر لجيب لك يا حليلة وقعد جنبك منيح. في وين ابو العز ولك؟ ما بعرف يا سيدي، والله ما بعرف. بدك تحكي؟ ما بعرف يا سيدي. كذاب. مالي كذاب يا سيدي. كذاب وستين كذاب. مالي كذاب. كذاب وستين كذاب. مالي كذاب. بس ما بدك تعرف لك يا سيدي. قالوا الحرام حليف، قال اجاني الفرج. بدك تقر ولا بكمل عليك؟ بوس ايديك واجلك صدقني يا سيدي. يعني ما راح تقر؟ ما بعرف يا سيدي، ما بعرف. طيب شو علي؟ انا راح خليك تعرف تقر. هلا بدك تقر وين ابو العز ولا بشوهك وبخليك عبرة للبشر؟ يا سيدي والله والله. شو؟ صدقنا هيك. كاني شايف الباب مفتوح؟ صرخ لك صوت. يا أهل الدار؟ يا جماعة الخير؟ يا جماعة؟ شوفت عينك؟ أبو العباس عيب ما بصير تفوت. أبو العباس؟
لا تؤاخذني إذا شعرت جنابك يا أخا. شوفي عمي مدحت بلغني إنك تكون بالمال كاني هلأ يا أخا. شو صار؟ والله هذا اللي خبرت فيه بس يا أخا. روح استناني برا بأمر الأخا. مدحت قول يا اخا بتخليهم محبوسين هون لحتى يموتوا في طيس ما حدا بيقدم لهم لا اكل ولا شرب فهمت؟ فهمت يا اخا. مدحت ما بتخلوا الطير الطاير يقرب صوب زريبة المعزة. تأمر يا أغا. إياك ثم إياك حدا يقدم لهم أكل أو شرب. مو عيب يا أغا. خليهم يموتوا في طيس يلعن أبوه على أبو بنته. تأمر. بري عليك إنك قدرت تمسكهم قبل ما يطلعوا برات الشام. وظني بيقلي إنه كان رايح لزحلة حتى يفسد علينا ويبوح بأسرارنا. وفهمك كفاية يا مدحت. فشر يا أغا فشر. اوعك ها اوعك يا مدحت لانه رجلينا كلاتنا بالفلقة. لا توصي حريص يا اغا. والكلب يلي كان بدي يوصلهم لزحله شو صار فيه؟ صار عند باري. قبل ما انسى بكره بتخلي ياسين او فضله يوصلوا عزميه لعنا على البيت. تأمر يا اغا. وهذا الخوان شو نعمل فيه؟ عم تسالني يا مدحت؟ منت يا اغا. ذبحوه طمروه بسفال الملكانه. امرك. وبتكرم لي الشباب يلي ساعدوك بمسكوا لهالكلب ابو العز. ما توصي حريص. الشباب هلا قاعدين بالعزال وعم بياكلوا من خيرك يا اغا. خود بالك منيح ولا ترحم حدا بنوب لاني هاليومين مشغول بامور الحارة. روح وريح حالك على الاخر. يلا خاطرك. مع السلامه. وانا خبز وملح ولك امنتك على بيتي وحطيتك بين رجالي ولك بلعت كل نزالتك القديمة ولسه جاي تخوني وتقتلني مرة تانية ولك انت مين؟ مين لا؟ انا المأهور يا ابو العباس. انا اللي دماغي مع مين ايب من الليل. دم اخوك؟ مين اخوك ولا؟ ايه اخي اخي اللي قتلته وحرمته منه يا ابو العباس. ايه أخي اللي قتلته وحرمت أولاده منه. اسمع يا أبو العباس أنا لا بعرف طلال ولا بعرف غيره. أنت زلمة قتلت أخي وأنا سمعت بقصة طلال. سمعتك عم تقول لخالتك عنها
وانت هي القصة الوحيدة اللي هتخليني عندك هون بالملكانة، وهي الحجة الوحيدة اللي قلت لك وآخذ بدالي. نحن جماعة فقر ومعترين أبضاي، لولا الفقر والعازة ما كنا رحنا عند الفرنساوي. لا والله، بس الفقر ذبحنا يا أبضاي، وعركة من العركان جيت انت وقتلت أخي اللي مالي غيره. ومن يومها عهد الله ما نام الليل لأخذ بدار أخي ودار أولاده. وأنا من وقت استشهد أخي أخذت عهد على نفسي احرق الأخضر واليابس تحت كل مين بيشد عيد الفرنساوي. وأخوك كان مع الفرنساوي، وكان لازم تعرف منيح اللي بيخون أهله وناسه القبر أحق فيه. مسيك مسيك، إذا الخنجر بيطفي نارك وبيهدي قلبك حطه بنص صدري. بس اسمعني منيح، نحن لما قتلنا الفرنساوي طلعنا وحطينا أرواحنا على كفنا ومشينا وقلنا يا رب. تعرف ليش؟ لأنه هاي الأرض هي عرضنا وشرفنا وكرامتنا، واللي بيبيع عرضه وشرفه وكرامته يا حسن القبر أوجب فيه. وأخوك باع الله يرحمه. نحن أولاد هالبلد ونحن أوجب ببعض، وبدنا نضل نحب بعض مثل قبل وأكتر. ولا تقول غير الله يجيرنا من الجاي، والله لا يدوقنا اللي دقناه على إيدين الفرنساوي. عم تفهم علي؟ وإذاك يا أبو ضعي تسامحني، أنا خنتك وخنت شهامتك وكرمك. وإذاك تسامحني، أنت ما خنت شيئا من الناس. سعرك بسعر رجالي بتضل عندي هون مثلك مثلون، واللي بيصير عليك بيصير علينا، والشي اللي صار بتطوي عليه نهائيا. ما بدي جنس مخلوق يعرف فيه. عم تفهم حسان؟ لا أبو ضعي، انت زلمه ذكرته معدل، وانا خايف في يوم يرجع فيه دم اخي جوادي. امسخ خنجرك. ستار ما شفت مني يا ابو ضعي. الله معك. الله يحميك يا ابو ضعي. شي نافع ما رح تلاقيها. لقيتها يا بي، لقيتها. شو اللي لقيتها؟ رح شربك أطيب حليب مازي. حليب مازي؟ عادي يا بنتي، عادي ارتاح عادي. يا بي انت اول. الله يرضى عليك يا بنتي.
شراب يا بي. كيفك يا نور الدين؟ أكيد تذكرتني ما؟ أهلين لما أدخل. أهلين فيك. بعد زمان يا نور الدين الأنواتي صار عندك عز وجاه، وبعد عندك نفس الهيبة نفس الطلة. أنا اللي كنت ناوي أشيلك على كفوف الراحات وأصبك جوات العين والروح، بترفضني بترفضني أنا بنت الحسب والنسب، بتفضل علي بنت شقف الشرشو. ايه شو علي بسيطة. الحقيقة أنا دريت بمصاب بنتكم مريم وزعلت عليها كتير، إن شاء الله ما بتشوفوا شر. الله يبارك فيك يا لمعة خانم، وما بتشوفوا مكروه لا أنت ولا عيالكم. الله يسلمك يا رب. كيفك يا نور الدين؟ لمعات. ايه لمعات. خليك قاعد يا نور الدين، قلت لك خليك قاعد. مرتفع صوتك هالايام يا لمعات. من يوم يومي صوتي مرفوع وعالي. شو بدك؟ جاي صفي حسابي معك. ما في بيناتنا حسابات يا لمعات. في وفي كتير كمان. أيوة، أنت كيف بتفوتي لعندي بلا أحم ولا دستور؟ خايف يا نور الدين؟ لا يا لمعات، أنا خايف عليك. لا تخاف، أنا من زمان عم رتب له الموعد. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت. احكي. جاي أقول لك قديش قليل أصل وما حافظت على الخبز والملح. أنا ما بسمح لك. وأنا ما سألتك لحتى تسمح لي. شو في براسك؟ هيك هيك يا نور الدين.
تتركني وبتركض ورا نورية بنت أميمي؟ بنت الأميمي اللي عم تحكي عنها صارت مرت الزعيم نور الدين نواتي. ولك إذا بتتجوز رئيس الوزارة رح تضلها نورية وبنت أميمي. شو بدك أحكي؟ هيك هيك يا نور الدين؟ بيوم وليلة بدرى أنك تجوزت يا قليل الأصل؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأنك مو من توبي يا لمعت، مو من توبي. لكن بنت الأميمي من توبك. أنت بتعرفي إنه أهلك فوق، فوق كتير. وأنا أنا كنت بدي طلعك لفوق. بعرف يا لمعت، بس ما تجرأت. ليه ما قلت لي؟ ليش ما حكيتني؟ كنت فديتك بروحي. هذا اللي صار. وتركتني أنا أنحرق أيام وليالي بدون ما حدا يحس فيني؟ كل واحد بلبس من توبه يا لمعت. لك لهلأ لهلأ غرقانة بالأسى والدموع لهلأ. يا بنت الناس عيب، أنت صرتي على ذمة رجال ابن عالم وناس. ما عم تطلع مني يا نور الدين، ما عم تطلع مني. تطلع مني بحل واحد بس. كيف؟ اقتل مراد، اقتل مراد وروح حج أنا وياك على مكان ما حدا يعرفنا فيه. جنيتي؟ لك أنا من زمان جاني، من زمان جاني فيك. استغفر الله العلي العظيم. لك بدي إياك يا نور الدين، بدي إياك. اطلعي لبرا. شو؟ اطلعي لبرا. ما حذرت منوب. لا تفضحي قدام الناس، اطلعي لبرا. هذا اللي رح يصير ورح افضحك. طلعي هيك بهالبساطة عم بتقلي طلعي لبرا؟ طلعي. رح اطلع. اسمه قبل ما سكتك كل الامر يا نور الدين. لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب.
عروس الأطراب يوم المحن من صور. الله أكبر يا وطن بابك غالي في غلال عيون. عروس الأطراب يوم المحن من صور. لنهاب العدا ولا توب الردى. لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي. نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب. ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.